أبنائي من طلاب السنة الأولى لكليات الطب، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2018-2019، أحب أولا أن أهنئكم على الالتحاق بكلية الطب. والحقيقة أن الطب بالإضافة لكونه مهنة نبيلة، فهو الطب رسالة سامية. النهاردة هنقول Introductory Lecture زي ما انت شايف على اللوحة للفيرست يير فيسيولوجي. مش هنقول معلومات، انما هنقول خطة العمل، هنعمل ايه، البلان فور ذيس يير. فنتوكل على الله ونبتدي. دلوقتي انا عاوز اقول لكم حاجة. أنا عارف إن في تساؤلات كثيرة في أذهانكم، وأنا عاوز النهاردة أجاوب على معظمها. نيجي أول نقطة، الواحد بيسأل سؤال، يعني هو الفيسيولوجي ده عبارة عن إيه؟ يعني كلمة فيسيولوجي دي جابوها إزاي؟ هي كلمة فيسيولوجي هي كلمة من شقين، كلمة فيزيس إن لاتين معناها النيتشر، حاجة طبيعة يعني طبيعية، وبعدين لوجيا باللاتيني معناها study of. فيبقى عليه نخلص بأن ما هو الفسيولوجي يا أولاد؟ الفسيولوجي هو scientific study of the functions and the mechanisms of a living systems. يبقى هي دراسة علمية للوظائف والميكانيكيات اللي بتعمل بها الأجهزة الحية. ده معنى كلمة فيسيولوجي. تقل بقى واحد يقول لي احنا دخلنا الطب، ألف مبروك، بهنيكوا طبعا، شيء قلنا مهنة، يعني الطب هو مهنة سامية ومهنة إنسانية ورسالة سامية فعلا. ايه دراسة الطب دي؟ واحد، ناس كتيرة جدا حتى بيقعد يسأل لي هل الطب ده عبارة عن بيولوجي؟ لا، الإجابة على السؤال الأول، الطب هو عبارة عن مزيج، كوكتيل كده عجيب له مذاق خاص من كل العلوم، بيولوجي، فيزيكس، كيمستري. واحد يقول لي ما لناش علاقة بالرياضة خالص، لا طبعا في رياضة، بس رياضة بسيطة هناخدها، في يعني شوية حسابات لازم نعرفها عشان نحسب الجرعات وما شابه. ده السؤال الأول. يبقى الطب ما هوش سيمبل بيولوجي، إنما هو مزيج كوكتيل بمجموعة أشياء. سؤال تاني بيسألهوني الطلبة، هل دراسة الطب صعبة وتحتاج إلى الكثير من الحفظ؟ الإجابة لا، طبعا لا. أولا هي دراسة ممتعة تتطلب الكثير من الفهم، ولكن يا أولاد كأي شيء جديد في الحياة يحتاج بعض الوقت عشان خاطر تتألف معاه وتفهم طريقته. يعني أنت حتى ما بتجيب جهاز جديد، كمبيوتر جديد، سمارت فون جديد، بتقعد وقت عشان خاطر تاخد عليه وتعود عليه. عشان كده حتى الناس ما بتحبش تغير بسهولة لما بيعتاد على شيء معين. أما الإشاعة إن الطب ده حفظ، لا. وأنا أحكي لكم قصة خاصة بي أنا شخصيا. أنا فاكر كنت من أوائل الثانوية العامة، وكان أيامها لسه الفنية العسكرية فاتحة جديد، وكنت جايب يمكن واحد من أحسن 5 نمر في الثانوية العامة في الرياضة. فقلت طبعا أنا عاوز أفكر، أنا أدخل فنية عسكرية، إيه اللي يوديني الطب ده؟ ده كله حفظ. وشاء القدر بعد ما دخلت الفنية العسكرية، مش هأطيل عليكم، أصبت بمرض التيفويد، كان عشان أتعالج برا وأرجع تاني هخسر ترم. الكلية اللي قبلتني في هذا الوقت من غير ما أخسر حاجة إذا كان يعني أتمشى معهم هي الطب. وده السبب أن أنا دخلت طب، لاني ما حبيتش اتعطل عن زملائي سنه بسبب المرض. فقلت في الطب انا داخل في اخر السنه بس هياخدوني همتحن معاهم، بالاضافه طبعا الى ان والدي كان طبيب وكان نفسه ادخل كليه الطب، وهو ايضا من اوائل الثانويه العامه، بل في اوانيه كان هو الثاني على الثانويه العامه. الحقيقه بعد ما يعني مسيره الحياه، فانا اكتشفت ان انا لو تعاد الزمن تاني ادخل طب تاني. طب عاوز فهم عميق يا أولاد، دراسة ممتعة
ما لهاش اي علاقه بالحفظ غير اللي مش عاوز يفهم هنعمل له ايه. في البدايه زي ما اتفقت هيبقى في صعوبه نسبيه. ليه؟ في مصطلحات جديده، ماده جديده، نمره 2 لسه ما تالفتش مع الماده، لكن I promise انه within couple of weeks يعني اسبوعين هتتالف تماما وهتتشوق للمحاضرات وتحس انها متعه وعاوز تحضرها. ده كان السؤال الثاني. السؤال الثالث، واحد يقول لي ايه الاجزاء المقرر دراستها علينا في الفسيولوجي؟ هقول له اتكلم على سنه اولى ولا سنه ثانيه. انا عارف ان النظام دلوقتي بيتغير شويه، ان تم اخذ الاجزاء المعنيه في علم الادويه الفارماكولوجي وعلم الامراض الباثولوجي مع الفسيولوجي. يعني لما هتدرس مثلا ريسبيراتوري سيستم هنا بينطقوها ريسبيراتوري، مش بس هتدرس الفسيولوجي وهتدرس الاناتومي بتاعها والبايوكيمستري والادويه اللي بتشتغل والامراض، وده طبعا نظام رائع. بس طبعا كل تجربه في بدايتها هتبقى صعبه شويه، انما انا بتكلم من وجهه نظر الفسيولوجي. ففي الفسيولوجي في سنه اولى يا اولاد عندكم 6 اجزاء، مفروض بناخد 4 في الترم الاول اللي هم الانترودكشن مقدمه والاوتونوميك نيرفس سيستم النيرفال ماسل نمره 3 والبلاد نمره 4. في الترم الثاني بندرس حاجتين كبار اللي هم الريسبيراتوري سيستم جهاز التنفسي والكارديوفاسكولار سيستم اللي هو القلب والاوعيه. يبقى عندي 6 اجزاء مفروض في سنه اولى لو التزموا باللي قبل كده مع اضافه الباثولوجي والفارماكولوجي. طب واحد يقول لي انت عاملهم في كام محاضره؟ السنه كامله يا اولاد في 21 محاضره، اسف 51 محاضره. مده المحاضره ماكسيمم 2 ساعة، يعني كل الفسيولوجي اللي هو ماده اتقن ماده واللي يتاسس عليها فهم الطب عباره عن 102 ساعه. وهتشوفهم متعه واحنا بنتدرسهم مع بعض. ده ال- 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 القصه، يعني ايه الاجزاء اللي عليك. في سنه ثانيه مش هنجيلها دلوقتي لان انا بكلم سنه اولى، بيبقى عندنا 7 اجزاء و59 محاضره برضه 2 ساعة. فالموضوع مش صعب الى اي درجه. ده ايفن انا عامل لكل محاضره حاجه اسمها كراش كورس، اي يعني محاضره مكثفه هنتكلم عليها لاحقا دلوقتي حالا. في ثلث المده، يعني اذا كان المده الاساسيه 102 ساعه لطلبه سنه اولى يسمع، ممكن هيراجعهم في 30 ساعه فقط. تخيل بقى لما هنتكلم ازاي هنتعامل معاهم، هيبقى الموضوع لطيف جدا يا اولاد. تمام؟ طيب دلوقتي انا عاوز نتفق على شويه نقاط. يبقى احنا قلنا السؤال الاول انه ايه هي دراسه الطب، والسؤال الثاني هل الطب صعب، وقلنا لا بس اديني فرصه couple of weeks عشان خاطر تتعامل معه. وثالث حاجه جاوبتكم على الاجزاء اللي هندرسها. طيب نيجي السؤال اللي بعد كده، واحد يقول لي طيب ازاي مفروض يعني نتعلم الطريقه الصحيحه؟ انا هقول لك التعليم يا اولاد عباره عن يعني بينقسم الى اتجاهين، في تلقين اللي هو الشرح وتحصيل اللي هو حضرتك بتاخده. فعشان اقول لك ازاي تتعلم لازم اتكلم على هاتين النقطتين، التلقين اللي هو الشرح والتحصيل اللي هو بالنسبه لحضرتك. طيب السيستم بتاع العبد الله بيتميز بالاتي: اول حاجه ان هو اوديو فيجوال، يعني بنستخدم اهم حاستين عندنا السمع والبصر. يعني ما ينفعش تسمع المحاضرات بس، لازم تشاهد. انا عامل لوحات بسميها حصاد السنين، هتشوفوها في المحاضرات القادمه، ملونه بتقنيه عاليه جدا. وايمانا بالمثل الصيني اللي بيقول يا اولاد الصورة تساوي مليون كلمة، لما تبقى صورة جيدة. فبليز عاوزك لما تبقى تسمع المحاضرات ما تسمعش بس، تبص كويس على السكرين، لأن ماي سيستم از اوديو فيجوال. ده نمرة واحد، تسمع وتشاهد لوحات. وقلنا اللوحة مهمة جدا لأنها بتعبر عن معلومات كثيرة. طيب تاني حاجة، إن إحنا عاوزين حاجتين، نفهم ونحفظ يعني في نفس الوقت. طيب
الفهم لا اقصد به فقط انك تفهم الميكانيزمز، ده طبعا بتاع كل حاجه، ده دي مفروغ منها. وده قلت ليه الطب الفسيولوجي ماده اساسيه وركيزه اساسيه في فهم الطب. كم مره يعني اقول حاجه في عجاله، واحد صاحبي مهندس ابنه دخل الطب يقول لي هو يعني ايه اهميه الفسيولوجي؟ قلت له اقول لك حاجه، هل ممكن حضرتك تشخص خلل في سياره معينه وتصلحه الا اذا كنت فاهم النورمال ميكانيزمز اللي بتشتغل بيها السياره؟ قال لي طبعا لازم ابقى فاهم بتشتغل ازاي عشان اعرف فين الخلل واصلحه ازاي. قلت له هو ده الفسيولوجي، مش ممكن نتعامل مع الامراض وانت ما انتش فاهم النورمال فانكشنز، ازاي الليفنج سيستم بتشتغل نورمالي وفين الخلل وبالتالي يمكن اصلاحه بهذه الطريقه. ده اهميه ماده الفسيولوجي. فاحنا في اور سيستم قلنا اوديو فيجوال نمره واحد بيعتمد على الفهم نمره واحد، ثم الاحتفاظ بالمعلومه اللي انتم بتسموها الحفظ. وزي ما برجع تاني واقول، الفهم لا اعني انك تفهم الميكانيزمز بس، ده احنا هنغور في حاجه زي ما وعدتك اكثر متعه، انه نتامل في انه الميكانيزم ده بيؤكد انه وراء الخلق خالق، انه ليه معنى الخلق يا اولاد. وده في كل ادياننا عندنا امر بالتبصر في روحنا، ننظر في انفسنا. في كل الاديان السماويه بتقول انظروا بصوا. طيب وهذا واحد قال لي طب اديني امثله عشان نفهم ازاي هتبقى الموضوع متعه. انا هديك مثال، انا بكتب حتى في مجموعه من الجرائد العربيه مجموعه مقالات اسمها ضد الالحاد وراء الخلق خالق، وبنشرها على الفيسبوك، ممكن ترجع لي. انا كتبت ثلاث مقالات، ده بكتبهم حتى الناس البسيطه، عن كره الدم الحمراء بس، اللي هي ابسط الكرات اللي ما فيهاش نيوكليس، العجائب بتاعتها. هديك امثله تصلح للشخص العادي، وانا كاتب في المقالات اعقب منها، وطبعا هقول معاكم حاجات اعمق. مكان تكوين كرات الدم الحمراء مثلا لما ندرس، حضرتك طفل بينمو يبقى محتاج مصانع كتير، لان اكثر خلايا الجسم عددا هي كرات الدم الحمراء. يبقى بيكون كرات الدم الحمراء في كل البون، الريد بون مارو، في كل العظم. طب لما نبقى نوصل البلوغ ويثبت النمو مش محتاجين كل هذا الكلام. طب انا هسالك وانت فكر معايا، تفتكر ان التكوين بتاع كرات الدم الحمراء هيحدث في اللونج بونز اللي هم بتوع الاطراف الاذرع والسيقان، ولا يحصل في الممبرنس بونز اللي هم بتوع السكال وبتوع الترانك؟ يعني لازم نقفل جزء ونستخدم جزء، مش محتاجين كله زي ما كنا اطفال لاننا توقفنا عن النمو. مخك يقول لك التكوين هيحصل فين؟ هتقول لي بعض الناس يقول لك في اللونج بونز. اجابه خاطئه، التكوين بيحدث في الممبرنس بونز اللي هي البونز بتاعت السكال والترانك. هتقول لي ازاي ده يثبت انه وراء الخلق خالق؟ اقول لك سهله جدا، هو احنا ممكن في مسار الحياه وان كان حاجه نادره نفقد احد الاطراف، يبقى في الحاله دي الخساره مزدوجه، خسرت طرف وان كان حدث نادر وقل تكوين كرات الدم الحمراء. لكن بسالك، هل ممكن شخص يفقد في مسار الحياه السكال ويكمل، او يفقد الجذع ويكمل؟ لا، عشان كده الخالق ربنا اختار ان لما نستخدم بعض المصانع بس يبقى التي لا يمكن فقدانها وهي السكال والترانك. طيب يبقى برغم ان فقدان الاطراف حاجه نادره، لكن الخالق قدر ان ذلك ممكن يحدث فدلنا بالاحوط. واحد يقول لي طيب انت ده ممكن مصادفه، اقول له لا، ما هي ممكن تبقى مصادفه في حاجه واحده، لكن مجموع مصادفات لا. هاخد حاجه برضو بسيطه خالص عارفها كل الناس، فصائل الدم، اشهر فصائل الدم الاي بي او سيستم. حلو، حضرتك خدت في قوانين الوراثه ان الاي والبي دول كو دوميننت، يعني صفات سائده، بينما الاو ده ريسيسيف، صفه متنحيه. يبقى حضرتك لو طبقت القوانين الطبيعيه الصماء المفروض يبقى اكثر الناس عددا في العالم هم مين؟ يقول لي طبعا السائد الاي بي، واقلهم يقول لي الاو، لان انت قلت ان هو متناحي ريسيسيف. ايه رايك بقى ان العكس هو الصحيح؟ الاو 40% من الناس، مع انه
صفة متنحية. طب واحد يقول لي ليه؟ ازاي ده يثبت ان وراء الخلق خالق؟ لان الاو هو اصلح الفصائل للبشر، لانه يونيفرسال دونر، معطي عام ممكن اي واحد ياخد من الاو، يعني مفيد لكل البشر. فربنا خلاه هو الاكثر شيوعا 40%، برغم ان قليل الوراثه بتقول دي صفه متنحيه كان المفروض يبقى قليل. ولتاكيد الحقيقه الاي بي اوسيست، الاي بي ده يعني يونيفرسال دونر، اسف يونيفرسال ريسيبيانت، يعني مستقبل عام، ده اقل الناس نفعا للبشريه، ده بياخد من كل الناس وما يديش غير واحد زيه، ما ينفعش غير اللي هم على شاكلته فقط، مش زي الاو اللي بينفع كل الناس. فربنا برغم ان هو صفه سائده خلاه 5% بس. واشياء اخرى كثيره يا اولاد هناخدها جميله تدل على انه فعلا وراء الخلق خالق. حاجه تاني في الفصائل برضه اقولها لك، زراعه كليه صعب جدا، زراعه كبد صعب، مش مستحيل بس صعب. ليه؟ لان الانتيجنز، عدد الانتيجنز رهيب، فعشان اجيب ما يوافق الانتيجن بتاعتك الاختيار محدود. بينما في فصائل الدم، مع ان الدم ده نسيج سائل زي الكليه زي الكبد، بس سائل، ان الاكسترا فلويد كتير بتاعه فسائل. ربنا قصرهم في الفصائل المهمه على 4 بس في الاي بي او سيستم، اي وبي واي بي او، واثنين في الار اتش، ار اتش بوزيتيف ونيجاتيف. وبالتالي بقى نقل الدم سهل جدا، الاقي الفصيله اللي تناسبني، مع ان يوم الخلق ما كانش فيه نقل دم، انما ربنا قدر ان في سنه 1660، وهبقى احكي لكم القصص كلها التاريخ، شخص فكر في نقل الدم. والجراحة الآن قائمة على شيئين، التخدير ونقل الدم. طب دي حاجة ربنا قدرها من الأزل، فخلى عدد فصائل الدم قليلة جدا، وبالتالي سهل ألاقي فصيلة، وبالتالي سهل نقل الدم، وبالتالي أمكن نعمل جراحات معقدة جدا، شيء مش متوافر في حالة الكلية والكبد والقلب وما شابه. هل هذه كلها مجرد مصادفات؟ ده أنا اديت أمثلة سهلة جدا، ولكن كلها تؤكد أنه وراء الخلق، زي ما بقولها في مقالاتي دائما أبدا، قوة عاقلة حكيمة رحيمة مقدرة وقادرة، وكل واحدة هثبتها في خلال الكورس. فالكلام مش هيبقى عبارة عن شوية ميكانيزمز فقط يا أولاد فيسيولوجية، إنما كل حاجة هثبت لك إنها صورت في أحسن صورة، لا يمكن تبقى غير كده، وكلها لصالح الإنسان. ربنا عمل كل حاجة لصالحنا، فهناخد بعد في الدراسة أكثر إمتاعا من اللي موجود في الكتب. الكتب هيكتفوا بالميكانيزمز بس، معلومات جامدة، إنما مش هيغوروا وراء ليه بهذه الصورة هذا الخلق. هيخلي الموضوع ممتع يا أولاد. يبقى أول حاجة قلت في الدراسة مع العبد الله، اللي وعدتك إن بعد أسبوعين لما تاخد على الكلمات وتفهم المادة هتبقى ممتعة، بعتمد أوديو فيجوال، سوف تشاهد وصور بتقنية عالية وملونة، وتسمع صوت نقي واضح أوديو فيجوال. 2، سوف تفهم وتحفظ. طب واحد يقول لي هتحفظنا إزاي؟ الحفظ عندي معتمد على شيئين، منتهى الفهم هتطلع حافظ. والاثنين، إن النظام، وأفتكر إن والدي رحمه الله وكان طبيبا كان يقول لي إن في ناس رأس مالهم في الحال نظام بس، وزي ما قلت أنا اكتشفت إن مش في ناس رأس مالهم في الحال نظام، ده النظام ده في دول رأس مالها نظام. الفرق بقولها دائما أبدا بين عالم الأول، دول العالم الأول ودول العالم الثالث، مع الأخذ في الاعتبار ما فيش الثاني، لأنهم عاوزين يقولوا احنا حاجة، احنا أول وانتوا تالت، مش انتوا بعدينا، لا ما فيش تاني خالص، احنا أول وانتوا تالت. هم ليسوا أكثر ذكاء، هم أكثر نظاما. فهتشوف النظام في الشرح والوضوح، 1 2 3 1 فيها اي بي، ما فيش تسويح على الإطلاق عشان الذاكرة تلقطه. وعندي بقى من طرق التحفيظ ما سيعني تشبع منه، وهعلمك ازاي تعمله ببقية المواد، تشوف تتابع زمني الأحداث يخليك تفتكر،
تتابع مكاني يخليك تفتكر، تخلي الجمل مشتركة في كلمة تبتدئ بنفس الحرف تفتكر، حروف متتالية هتساعد، كل ده هيساعد الذاكرة، هتبقى يعني عندي طرق كتيرة هتلاقيها لطيفة خالص. يبقى قلنا أوديو فيجوال نمرة واحد، سمع وبصر، فهم ثم حفظ مبني على الفهم والنظام نمرة اثنين، ثلاثة ترمينولوجي، أنا مش هقول كلمات ونحن لا نفهم معناها، كل كلمة الكلمات من صناعة الإنسان قالها لسبب. وأدي أمثلة بسيطة برضو في المحاضرة الافتتاحية، حضرتك هتاخد autonomic nervous system بينقسم إلى جهاز sympathetic و parasympathetic. هتقولي كلمة sympathetic دي جاب منين؟ ده الجهاز بتاع السيمباثي ومعناها التعاطف، لما حضرتك بتشوف حد بتحبه ضربات قلبك بتزيد، اللي بيزود ضربات قلبك لما تشوف حد بتحبه هو جهاز السيمباثيك. فهمت ليه سموه سيمباثيك؟ عشان بتاع السيمباثي. وبقولها حتى عبد الحليم حافظ غنى للسيمباثيك وعمره ما غنى للباراسيمباثيك. طب واحد يقول لي طب من فضلك بروفيسور قول لنا طب هو ليه سموه البارا بارا؟ كلمة بارا من بارالي يعني موازي، لأن أعصاب البارا موازية لأعصاب السيمباثيك، يبقى السيمباثيك عشان ده بتاع السيمباثي، وبارا عشان خاطر ده موازي لأعصاب السيمباثيك. هتقولي طب كلمة أدرينالين جاية منين؟ هي بتدل على موقعها، رينال يعني كلية، أد يعني قريب، أب بعيد، أد من أديشن، أديشن يعني قريب عشان ما تلخبطش كلمتين، أب بعيد، أد يبقى هو القريب، حاجة على حاجة. فأدرينالين بيقول أنا الهرمون اللي طالع من فوق الكلية من جنب الكلية أنا أدرينال، يبقى ما يغلطش طالب ويقول لي الأوتونوميك بيطلع أدرينالين، لأن الأدرينالين لما نفهم الترمينولوجي ده قيمته بيتحدث عن موضعه جنب الكلية. الأوتونوميك بيطلع مادة ما هياش أدرينالين، حتى اسمها نور أدرينالين، يعني هو بيقول لك أنا مش أدرينال أنا نور، من قاعدة نايذر نور، ما تغلطش فيا. الادرينالين بيقول لك انا ادرينال انا جنب الكليه، انا مش ادرينالين شبهه بس انا نور ادرينالين. فده قيمه الترمينولوجي. نيجي في البلاد، البلازما بروتين خدتوهم الاربعه هتفهم كل واحد سموه ليه، سموا الالبيوم ليه، اي كلمه تنتهي ب اي ان معناها بروتين في الطب، لان بروتين بينتهي ب اي ان. طب البيوم، البين هو الشخص اللي فاقد الاصباغ الابيض، فالبيوم يعني بروتين الابيض. طب جلوبيلينز، جلوب يعني كرة، بنقول الاي جلوب كرة العين، ولا حتى على الارث على الكرة الارضية يسموها الجلوب. فجلوبيلينز يعني بروتين كروي، وحتى بقولها لكم بطريقة طريفة، كل يوم انت بتاكل البيضة اول حاجة بعد ما تقشرها بتلاقي لونها ابيض، ده الالبيومين، تقول انا باكل البيومين كأنك بتذاكر وانت بتاكل وجواها حاجة مدورة، ده الجلوبيلينز. ايفن هتفيدنا الترمينولوجي مش بس في الهزار، نوع رابع اسمه فايبرينوجين، الثالث اسمه فايبرينوجين في البلازما بروتين. جين لما كلمة تنتهي بجين يعني جينيسيس يعني تخليق، جينيريتور يعني مولد، ففايبرينوجين يبقى مادة بتعمل جينيسيس للفايبرين. طب وفايبرين اي ان يعني بروتين، وفايبر يعني خيط، يبقى بروتين خيطي، ودي هتساعدنا في فهم الوظيفة، ان جلطة الدم عبارة عن شبكة خيوط جواها ار بي سيز، ادي الجلطة معمولة من بروتين خيطي اسمه فايبرين. مين اللي كونه؟ فايبرينو جين، جينيسيس وفايبرين. ومثلها النوع الرابع البروثرومبين، برو يعني قبل، واي ان يعني بروتين، فبروثرومبين يعني بروتين اللي قبل الثرومبس، يبقى 100% ده بيعمل الجلطة، ثرومبس يعني جلطة. يبقى الترمينولوجي مش بس هيعمق الفهم، وإنما في ذات الوقت هيخليك تفهم الوظيفة، هيساعدك، لأنه لا يستوي الذين يعلمون بالذين لا يعلمون، ما تبقى عارف هتبقى مختلف عنه. يبقى في طريقة شرح العبد الله هي أوديو فيجوال، هي فه ثم فه ثم فه ثم حفظ، قائم على الفهم وعلى النظام وطرق التحفيز، ثم الترمينولوجي، ثم نمرة 4 في الحاجات السبعة اللي بقولها في كيف أدرس. الفسيولوجي مجموعة حكايات، الناس لا تمل القصص لكن تمل المعلومات، فأنا بحول الشرح إلى مجموعة حكايات، بحكي لك حكاية ومن خلالها بتصل المعلومات.
وعملا بمين؟ بقريبي نزار قباني الرجل السوري. أنا عائلة أمي من سوريا وعائلة أبي من الصعيد. وما تسألنيش مين جاب الصعيدي على الشامي، مين لمهم على بعض، أحكيها في أواني. فنزار بيقول الحب بعض من تخيلنا على الأرض، إن لم نجده لاخترعناه. أنا هقولها لك نفس القصة بس على الفسيولوجي. الفسيولوجي بعض من تخيلنا، إن لم نجده لاخترعناه. هعلمك تخترع المعلومات، تسمع حكاية تفهم منها كيف تخترع الفسيولوجي. دي نمرة 4. نمرة 5، في محاضراتي بهتم جدا بالاكتشافات. مين المكتشفين هنا؟ لما بدرس هنا ما ينفعش ما اقولش اسم المكتشف، ان الانسولين ده اللي هو اهم هرمون، اللي لولا كان مات كل الناس اللي عندهم سكر، وهو من اكثر الامراض شيوعا في الدنيا. 10% من الناس عندها سكر. حتى كلمه انسولين جابوها منين؟ اي ان يعني بروتين، وانسولا يعني جزيره لانه طالع من جزر لانجرهانس. مكتشف الانسولين وهذا جائزه نوبل هو فريدريك بانتينج. هنا يحبوا الفاميلي نيم بانتينج. بانتينج هو مكتشف الانسولين مع 3 تانيين، هو الاساس فيهم. هبقى احكي القصه في سنه 1921، وحاز جائزه نوبل في 1923 من هذا الاختراع. ليه بنقوله؟ تكريم للشخص. نمره 2، استثاره لحضرتك انك لما توصل لحاجه مهمه زي عالمنا رحمه الله احمد زويل، زي رائد زراعه القلب عندنا مجدي يعقوب، هيتم تكريمك في العالم كله. 3، انه مش بس عشان خاطر احنا بنقول اكتشافات تكريم وتحفيز، وعشان ساعات متابعه القصه. ما احكي لك قصه الاكتشاف حصل ازاي، هتعرف ازاي النظريه اتبنت بهذه الصوره، ازاي الخطوات اللي وصلت عشان البناء يكتمل. يبقى الثلاث اسباب، بنكرم اللي فاتوا، بنحفز حضرتك انك تكتشف، وبحكي قصه بقى كيف حدث الاكتشاف فتفهم الدقائق دي. نمره 5. نمره 6، عندي في سبيل الامتاع عندي مسرحيات. لو رجعت للمحاضره بتاعتي على الماسلز، الكونتراكشن بتاع المصل معقد جدا، اكتين ومايسين وتروبومايسين وتروبونين كل دي حاجه معقده، عملتها مسرحيه مع الطلبه. الاي سي جي ليدز بنعملها برضه تمثيليه اند سو اون، عشان يبقى في اثاره، ما تبقاش الموضوع عباره عن يعني قوالب جامده. نمره 7 والاخيره، فيما يتميز محاضرات العبد الله بوجود فقره المعلومات العامه. لان زي ما بنقول من اول حاجه عشان نقول عليك شخص طبيعي لازم يبقى عندك مالتيبل انترست. الزميل اللي يقول لك انا مخي في الماده بتاعتي بس، الطالب اللي يقول لك انا مخي في المذاكره بس، لا يعد، ما نقدرش نعده شخص طبيعي. لازم الشخص الطبيعي يبقى عنده مالتيبل انترست، فلازم يبقى عندك معلومات عامه. طبعا مش هقول معلومات عامه بعيده عن اللي بشرحه، هجيب معلومه متعلقه تماما بالموضوع حتى عشان تبقى مثيره لانك تسمعها وتثبت المعلومات العلميه اكتر. دي السبع خصائص اللي بيتميز بيها شرح العبد الله. اوديو فيجوال، فهم ثم فهم ثم فهم ثم حفظ، ترمينولوجي اصل الكلمات، الفسيولوجي مجموعه حكايات، وبعدين الاكتشافات نمره 5، هنعمل مسرحيات نمره 6، وفقره معلومات عامه. وقلت السيستم بتاعنا بيعتمد على اننا ناس منظمين، ان الفرق بين دول العالم الاول ودول العالم الثالث انهم اكثر نظاما مش اكثر ذكاء. وكان عن رحمه الله بقولها تاني، في ناس راس مالهم في الحياه النظام، عاوزك تبقى واحد منهم. لان في دول راس مالها في الحياه جعل منها العالم الاول النظام. طيب نيجي بعد كده، طب واحد يقول لي يعني احنا، انا اول مره اشوف ان انا هدرس عبر التواصل الاجتماعي بنستخدم 3 حاجات، الفيسبوك واليوتيوب وجوجل، اللي هم اهم 3 للتواصل الاجتماعي في العالم. قبل ما اقول ازاي هنستخدمهم، احب ان اوجه الشكر بعد الله سبحانه وتعالى الى 3 مجموعات من البشر. المجموعه الاولى اللي احب اوجه لها الشكر
اللي هم رواد هذه التقنيات التكنولوجية الفائقة اللي كان بدونهم يستحيل نعمل اللي بنعمله ده. ده أنا بشكر ربنا إن أنا عشت للزمن اللي أنا لحقت فيه التقنيات دي عشان أسيب الميراث ده ليكو. مين وسيلة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم؟ الفيسبوك. مين اللي عمله؟ مارك زوكربيرج، وأطلقه في 2004 مع آخرين. وده راجل على فكرة يعني والده طبيبان ونباتي، وقرر أنه في نهاية عمره يتبرع بثروته. اتفق مع شركائه ان ثروتي في الاخر اللي هتفضل بعد ما يتوفاني الله كلها تروح فور تشاريتي. شوف العظمه بتاعت الناس. وده رقم التواصل الاجتماعي رقم واحد في العالم. تاني واحد في العالم اللي هو الجوجل. هنستخدم باذن الله جوجل اللي هو عمله لاري بيج وسيرجي برين، واطلقوه في سنه 96 97. ده هنستخدمه في ايه؟ البي دي اف، الصور عالية التقنية. جربناها في زميل طبيب هتكلم عليها اشكره دلوقتي، بتطلع الصورة واضحة حتى لو حطيتها على شاشة سكرين تي في عالي. بنشكر الناس دي، بدونهم ما كناش ممكن نشتغل. ثم اليوتيوب، وده بقى الاهم اللي هو ثالث واحد من حيث العدد في التواصل الاجتماعي في العالم، اللي هو اليوتيوب. عملوا ثلاثة، هارلي وتشان وكارل، واطلقوه في سنة 2006. دول اللي هنستخدمهم. وعاوز احكي قصة صغيرة برضو، لان احنا النهاردة بنتسلى اساسا. Thank God ان انتوا طلعتوا في هذا الوقت. انا فاكر في سنة 89 ذهبت الى اورلاندو فلوريدا الولايات المتحدة، اروح اتفرج على وول ديزني، وبحب عندي عشق للتقنيات التكنولوجية. ففي هناك حاجة اسمها ايبكوت سنتر، رحت اتفرج، بتوريك الحاجات اللي هيحصل لها invention، اكتشافات في المستقبل لسه ما نزلتش الاسواق. فاونيها انا يعني ذهلت من التلفزيونز المسطحه الكبيره دي اللي هي اللي هو الفلات سكرين. كان اياميها التلفزيون عندنا بروجيكتور وليه كده ظهر كتير ومعلقنا على الحيطه، اللي هو اول حاجه طلعت البلازما تي في. حتى عشان احنا مش مصدقين ان مفيش بروجيكتور التلفزيون مخبيين حاجه وراه الحيطه ممكن نشوفها من الجهتين، مفيش حاجه. قالوا لنا ده اللي هينزل في الاسواق. ده مش بس نزل، ده بلازما، بعدها نزل ال دي اتش، بعدها نزل الليد، بعدها عمالين يعني الهاي ديفينيشن، الترا هاي ديفينيشن، 4K، مش تخلص الحكايه. اللي كان حاجه مستحيله بدت حقيقه الان. التواصل الاجتماعي جابوا لنا اتنين على بعد 100 متر وفي شاشه واحده بيتواصلوا، اللي بنعمله دلوقتي. وكنا مذهولين، يعني التلفزيون جايب الاثنين دول؟ اه جايبهم. دلوقتي انا وانا قاعد اهو في نورث امريكا ببث، حضرتك في نفس الوقت بتسمعني في كل العالم، في البلاد العربيه كلها، وفي اوروب في ناس انا عارف بتسمعني، واحد بيبعت لي من الهند ومن المانيا الغربيه بيبعتوا لي، اللي هم بتاع المتكلمين بالعربيه، لحد ما اطلق الانجليش فيرجن لكل الناس. تواصل له. احكي لك عني، انا لما كنت في سنكم كاميرا غاليه جدا عندي تطلع صوره بصوره ملونه، اروح احط الفيلم مشكله، او احمضه ياخده مطبوع بعد 3 ايام. عاوز ابعت صوره لواحد صاحبي ابعتها له باسبوعين في البريد. دلوقتي في ثانيه بنعمل ده كله. عشان اعمل لوالدي فيلم 3 4 دقائق اضطريت اجيب اله عرض وكاميرا اصور، كان ثمنهم ثمن عربيه مستعمله. طب عشان ابث زي اللي بعمله دلوقتي محتاج محطه تلفزيون بقى. دلوقتي انا ببث من خلال ايباد تافه برو، حتى ضحكوا عليا ان انا اخد برو. قالوا لي بعد كده واحد صاحبي فاهم في التقنيه قال لي انت ليه دفعت فيه المبلغ الكبير ده؟ يجيب اي ايباد ب $300، لان الريزوليوشن اللي انت محتاجه مفيش انترنت هيجيب بتاع البرو. البرو ده تصور صوره تتفرج عليها انت، لكن بالارسال انت محتاج واحد عادي خالص. على اي اهو كويس، جاست لوح ايباد عمل ده كله. انا بشكر ربنا ان انا عشت مش بس عشان اشوف تحقيق هذا الخيال العلمي، هذا الاعجاز العلمي، وانما الاهم استخدمه في ان انا
أنقل معلومات لحضراتكم. دي أول مجموعة أحب أشكرها، مجموعة بترتبهم الفيسبوك نمبر 1 في التواصل الاجتماعي، نمبر 2 الجوجل، نمبر 3 بتوع اليوتيوب، وإن كان اليوتيوب يهمونا أكتر. تاني مجموعة بحب أشكرها مجموعة خاصة معايا اللي هي بيعاونوني بقى، لأن أنا ما عنديش التقنية بتاعتكم انت أولاد. وأذكر أول واحد تعاون معايا طبيب خريج الأزهر الذي أكن لكل طلباته كل اعتزاز ولكل الجامعات الطلبة في الجامعات العربية، واسمه مصطفى جمعة، اللي كان فور ما حط المحاضرة على الفيسبوك العام الماضي ينزلها على اليوتيوب. ثم بقى عندنا مشكلة في الآخر، أنا كنت ببث في 4 فروع، 2 لسنة أولى و2 لأولى في الأسبوع الواحد، بقت غير مرتبة المحاضرات، يعني محاضرة واحد مثلا في الإلكترونيك مش هيجي وراها نمرة 2 على طول، تولى زميل آخر اسمه محمد السيد في طب الزقازيق. انه مش بس كده، كان ساعات الفيديو يقطع، يجمع لي الفيديوهين بتوع المحاضره الواحده في فيديو واحد، ده نمره واحد، ويجمع كل الفيديوهات بتاعه الماده الواحده الفرع الواحد في الطب في ورا بعض، وتبقى عارف هما كام واحد بالظبط. مجهود رهيب خدوه هذا الناس وعملوه على عاتقهم، لانهم يؤمنوا انه ما استحق ان يعيش او ان يولد من عاش لنفسه، فعملوا ده كله عشانكم، لازم أشكرهم. زميل ثالث، تلميذي الأمس وزميل اليوم، طبيب في كندا، دكتور شريف عماد، جه لأنا ما أعرفش إزاي أحط الصور بتاعتي، جاب معاه الأجهزة بتاعته الإسكانر وكله، وفتح موقع على الجوجل عشان نحط الصور بالبي دي أف، وجربناها من فيو دايز طلع عظيمة جدا، وهيكمل معانا بإذن الله. دي تاني مجموعة أحب أشكرها. تالت مجموعة أحب أشكرها وأشكرها بالقوي، كل دول بعد الله سبحان الله، هو حضراتكم، لأن أنتوا اللي خليتوا هذا العمل له معنى. لو أنتوا ما تابعتوش، وتملي بقول المتابعة ما بشوفهاش بالميات، المتابعة في البث المباشر عمري ما شفت الميات، ده تملي بالكي بالألاف، ده وصل عدد في القناة الأولى في اليوتيوب اللي عاملها الدكتور مصطفى جمعة، عدد المشاهدات، أقول المشاهدات مش الأفراد، تخطى في 180 فيديو اللي نزلهم أكتر من 1,000,000. إنما كل ده ملوش قيمة لولا وقت حضراتكم واستفادت أنتوا اللي بتدوني الفيول الوقود إن أنا أكمل واهتم بإن أنا أكمل، حتى في ظروف كنت مريض فيها كنت بقول من سرير المرض المحاضرات عشان ما عطلكوش. وزي ما بقولها الجملة اللي بحبكم تعرفوها دائما أبدا، دائما بقول يا أولاد الأستاذ بطلبته وليس الطلبة بأستاذهم، وشرحتها ما معنى هذه الكلمة، أشرحها بإجزامبل سهل. في السينما، في السينما النجوم يصنعهم المشاهدون، ولا يصنع النجوم، يعني النجوم لا يصنعون اللي هم المشاهدين. النجم بيبقى نجم عشان خاطر في ناس قالوا ده كويس، مش العكس. النجم لا يصنع المشاهدين، المشاهدون يصنعون النجوم. نفس الفكرة، انتوا اللي خليتوني كويس بتميزكوا، بالمراكز اللي بتاخدوها في كل دول العالم، بروح اقابل ناس درستهم، بتفردكم، بقول في كليات كتيرة جدا عدد ضخم من الأساتذة درس، يعني شرفت وشرفت بتدريسهم. انتوا اللي خليتوني كويس، انتوا اللي خليتوا الموضوع له معنى، ودللت على ذلك ان هنا في الجامعات الخاصة، الجامعة الأم اللي درست فيها جامعة القصر العيني، ولكن يعني شرفت بالتدريس في بعض جامعات أمريكا، وكان كلها جامعات خاصة. هنا الطلبة لازم يقيموا الأستاذ في نهاية الكورس، هل ده تبع لنقاب معينة كوشنير معين يستحق أنه يكمل ولا مش عاوزينه، الراجل ده ما بيديناش معلومات. فده بيعمل إيه؟ بيخلي كل أستاذ بيطلع كل اللي عنده، أقصى حاجة ممكن يعملها لضمان مستوى العلمي يبقى عالي جدا. زي ما بقول يعني الأستاذ بطلبته
الطلبة اللي بتخلي الأستاذ كويس وليس العكس، وليس الطلبة بأستاذهم. مش أنا اللي بخليكم كويسين، أنتم درستوكم بقيتوا كويسين متميزين. فالناس بيقول في الآخر آه ده الدكتور ناجي بيدرس كويس، سببكم أنتم، فحق إن أنا أشكركم. ثم نيجي النقطة اللي بعد كده، هندرس إزاي؟ الأول أحمد الله إن إحنا وقبل ما يبتدي النظام الجديد العام الماضي اللي كان فيه مشكلة بقى، لأن كنت يعني الجامعات بتاخد فروع مختلفة وأنا مضطر أشرح فروع معينة قبل ما أخلص. دلوقتي عندنا على القناة الأولى وأنا حاططها على الفيسبوك، ومجرد كليك تدخل عليهم حاطين كل المحاضرات الأساسية وما اكتمل من محاضرات الكراش كورس اللي هي المحاضرات المكثفة. على القناة التانية بقى اللي عاملها محمد السيد محطوط نفس الكلام بس مرتب، وبرضو بكليك صغير على صفحتي في الفيسبوك هتدخلك واحدة I think باسم Physiology by Dr. Nagi، دي الأولى، والتانية باسم دكتور ناجي Physiology Lectures، لكن على أين هي موجودة على صفحة الفيسبوك وممكن تدوس عليها. فحضرتك مطلوب منك نمرة واحد سبسكرايب روحك على القناتين خلاص، عشان لما ننزل أي فيديو يصل إلى حضرتك تبقى عارف الكلام ده. طيب يبقى الحمد لله دلوقتي كل حاجة موجودة، أي جامعة تقول اللي هي عاوزاه أي برانش تقدر تحصل عليه، بس اللي فاضل الكراش كورس المحاضرات المركزة هي اللي عاوزة تكمل. هتقعد يقول لي هو إيه الفرق بين المحاضرة المركزة والمحاضرة الأساسية؟ قلت هي أكثر تركيزا في ثلث المدة، أكثر وضوحا، أكثر سهولة، أكثر حداثة. واحد يقول لي فهمني الأخيرة دي. بص يا ولاد، إنه الكراش كورس اتعمل بعد المحاضرات الأساسية بأقل من سنة، بس لا يمكن هيبقى عندي فرصة للتجديد والتجويد ولا أستغلها. وحكيت القصة دي وبحكيها تاني. كان ساعات بدي محاضرة مرة في مدرج وبعديها بساعة في مدرج آخر، ما خلاني لسه قايلها، فكان الزملاء يشوفوني ماسك أوراقي وعمال وكتب وعمال أقرأ فيها. إيه ليه بتعمل كده؟ قلت لهم يعني عاوز نحطها بصورة أجود، ويمكن في معلومة أنا مفات عليها، ليه ما استغلش الساعة دي؟ الوقت مهم جدا. حتى حد يقول لي يعني كان يعاتبوا عليها برضو، يقول لي أنت بتقول الحاجة دي ليها 6 أسباب ودي ليها 10 أسباب، ما بتخافش تنسى؟ بقول لهم لا، thank God، نعمة من عند ربنا اداني ذاكرة كويسة، ببقى شايف المعلومات وأنا بتكلم. وما ليه بقرأ؟ عشان القراءة دي بغرض أن أنا أقول حتة بصورة أجود او احط معلومه جديده. عشان كده المحاضرات الكراش كورس، وعشان كده بحط السنه العام بتاعها، كل ما تلاقي حاجه بتعملت في سنه متقدمه اعرف ان فيها معلومات احسن، فيها ترتيب الطف. ليس هذا معناه ان اللي قبلها كانت غير جيده، كانت جيده، ولكن اللي بعدها اجود واكثر تجديدا. وعاوز كنتوا تعملوا كده يا اولاد، استغل الوقت. وحكيت برضو النهارده كلها حكايات إن 500 الأكثر ثراء وعليه نجاحا في عالمنا هذا عملوا عليهم كتاب وسيمينارز كثيرة، حضرت واحد فيهم زي ما قلت. إيه نمبر وان كاركتر اللي بتميز الناس دي؟ حاجة واحدة بس، تايم مانجمنت، إدارة الوقت. ناس عارفين قيمة الوقت، لا يهدروا الوقت. فأنت بليز لا تهدر الوقت. أنا بستعجب لما زميل فاضل يقعد لسنين طويلة يقول نفس الكلام بنفس الطريقة. يعني أسوأ حاجة أن نتجمد في قوالب. وقلت أدبنا الكبير رحمه الله توفيق الحكيم قال يعني يجبسون العقول. الدنيا بتتجدد يا أولاد، إحنا لازم نجدد روحنا. ده أنا قلت الجغرافيا بتاعت الكون والكرة الأرضية بتتجدد، وأديت مثال إن قارة استراليا من 35 مليون سنة كانت لازقة في القطب الجنوبي والحرارة واطية جدا، ما فيش أي حياة، انفصلت من 35 مليون سنة وذهبت يعني ناحية الخط الاستواء أكتر، فبقت الحرارة تناسب لنشأة الحياة هناك. بقية القارات كانوا سوبر كونتيننت، انفصلوا عن بعض. وعشان كده حتى تلاقي نوع الحياة في
استراليا تختلف على الاربع قارات تانية، لان ده مصدر وده مصدر في الحيوانات. ربنا بيغير الخلائق والمخلوقات، التغيير سمة أساسية لازم كلنا نعتني بيها. لو عندك ساعة استغلها، الوقت مفتدين، الوقت، الوقت ده مهم جدا، وقتك السيف ما تهدروش، وده هنشوف ازاي هننتفع بيه. طيب دلوقتي حضرتك ها تسمع وتشاهد وانا بتكلم، يعني ما ينفعش تغمض عينيك وتتفرج، لان لو حابة اسميها حصاد السنين، تقعد كده تسمعها وتبقى في نفس الوقت بتسمع وبتشاهد القصة. وطبعا بقى انا بشعاع ليزر بتتابعني انا فين بالظبط شغال، هتشوف حاجة معمولة بتقنية جميلة خالص عشان تبقى الفائدة مثلى. طيب واحد يقول لي، يعني حتى بقول لو ابني البيولوجي او ابنائي الغير بيولوجيين، واحد يقول لي الجمله دي. انا فاكر مره قلت في محاضره طالب بعت لي سؤال، عندك كام ابن؟ بمنتظر الاجابه. فقلت له لو انت تتحدث عن الابناء بنتكلم بخصوص الابناء البيولوجيين فهما اثنان، ولد وبنت. الولد كان في كلية الطب والآن هو طبيب ومحاضر بجامعات كندا، وبنت. أما لو بتكلم على أبنائي غير البيولوجيين فهم كثر كتير قوي قوي، ولا أعلم عددهم إلى أن يتوفاني الله. هقدر ساعتها لو سألت هتعرف عددهم، وهم لا يقل معزة ولا فخرا عن الأبناء البيولوجيين، أفتخر بيهم في كل مكان بالمواقع اللي تبوؤوها والحاجات اللي وصلوها، شيء رائع. فلو سألني أحدهم عندي فرصة أقعد معاك وجه لوجه، ولا أشوف أحد فيديوهاتك على اليوتيوب في الموضوع اللي أنا عاوزه؟ أقول له طبعا طبعا اختار اليوتيوب وأنا لا أمزع. قال لي ليه؟ قلت له واحد، انت لما بتيجي تسمعني انا بختار الميعاد اللي هو قد لا يكون مناسب ليك، قد تكون تعبان، قد تكون مش فاضي، انما انت لما هتشاهد المحاضرات على اليوتيوب انت تختار الوقت المناسب وقاعد براحتك لابس زي ما انت عاوز، صادق كوبايه قهوه كوبايه شاي بمزاجك، اخترت الوقت، تركيز تام، مفيش حد بيقعد يسال ولا صوت ضوضاء، انت بتسمع كويس قوي قوي. ثلاثة، هناخد في السيكولوجي ان في الانسان كل شويه بيجي له حاله من التشتت، فلو تتشتت في معلومه مش هتقدر كل شويه تقول المحاضره انا شتت فاعيدها تاني، انما تقدر حضرتك على الفيديو تراجعها بسهوله شديده. اربعه، قلت اللوحات بتقنيه عاليه وملونه وبنتابعها بالليزر، شوفها شغاله ازاي. طيب واحد يقول لي يعني الامثل نشاهدها ازاي؟ طبعا الوضع المثالي وانا عارف ده مش يعني مش سهل لكثيرين، انك تشوفها على الشاشات الكبيره السكرينز بتاع التلفزيونات احسن من بالوضع الامثل. الاقل انك تشوفها على شاشه كمبيوتر، اقل تشوفها على الهواتف الذكيه السمارت فونز. واحد يقول لي ليه؟ كلام علمي، هناخد في نيرفال ماسل حاجه اسمها سترينث ديوريشن، في علاقة بين قوة المؤثر والزمن، كل ما المؤثر يبقى أقوى هتستجيب ليه في زمن أقل. طب ما المؤثر أكبر استجابتي ليه هتبقى أقوى، وبالتالي تذكره والاحتفاظ به أحسن، يعني مش بنتكلم إنشا. ما اتفرج في شاشة كبيرة وشوف المعلومات كبيرة هيبقى المؤثر قوي، يبقى زمن الاستجابة ليها هيبقى أقل، حاجة هتاخدوها اسمها سترينث دوريشن كيرف، ما كانش يبقى على الكمبيوترات. اما الهواتف الذكيه لها برضو استخدام مهم، غير ممكن طبعا تشاهد عليها، انك هنقول انها بورتابل، ممكن تاخدها معاك في اي حته، فدي فيها ميزه كويسه هنقولها في اوانيها هنعمل ايه. طيب واحد يقول لي طب وانا بسمع الفيديو مفروض مني اعمل ايه غير ان انا اسمع واشاهد؟ تقول لا، في حاجه ثالثه، ثلاث حاجات تستعملها، تسمع وتشاهد وصادق ورقه بتكتب حاجتين بس.
أي كلمة معناها جديد عليك تسجلها. اثنين، الأسئلة، لأن الكورس بتاعي متضمن بإذن الله الأسئلة بأنواعها الأربعة. كل حاجة بقولك ده سؤال نظري، طبعا هنا ما يهمهمش نظري، فيش غير multiple choice، وبقيم النظري بقول ده نظري وده نظري مهم وده نظري أكثر أهمية بسميه مهم أس ألف. يعني تكتب مش بس إن ده نظري وأهميته، لأنه بيبقى مهم جدا بيجي منه 80% من الامتحان، المهم بس والأقل أهمية بيجي منهم 20، بتبقى عارف هنقول قيمتها إيه. تقول آه ده سؤال MSQ، لأن أنا وأنا بشرح عارف كل سؤال MSQ worldwide. هذا يحتاج إلى شيئين، خبرة والحمد لله ربنا أنعم عليا بها، وفهم للطرق. في حوالي 10-12 طريقة MSQ، عشان لو فهمهم هتفهم إزاي ممكن تتفادى الخطأ. مثلا أحد الطرق في الأعداد، لا يمكن يركزوا على الرقم، بيركزوا على التمييز، طلعتوك في التمييز، هذه أحد الطرق. يعني أقول لك عدد كرات الدم الحمراء 5 مليون، طب ما صح؟ لا، هي مفروض بير كيوبيك مليمتر، لكل مليمتر مكعب، لو بير كيوبيك سنتيمتر تبقى غلط. بير ميلي ليتر يعني برضو لكل سنتي مكعب تبقى غلط، لازم 5 مليون في كل مليمتر. فدي احد الطرق، هركز في التمييز. فانا هبقول لك في سياق الشرح كل طريقة، انه يجيبوا الاكسبشن، انه يجيبوا الكلمات المتشابهة، كل ده هنقوله في اوانيه، وهنعمل امتحانات تتمرن عليها. يعني we have one of the most complete systems. الكمال الله وحده، لكن بنحاول نبقى قريبين من الصورة المثلى. لأني لم أرى عيبا في عيوب الناس كنقص القادرين على الكمال. كمحاضر وكطالب، افعل أقصى ما تستطيع. فده إزاي هتتابعني؟ سمع، بصر، ما تغمضش عينيك وانت بتسمع، لازم تبقى شايف اللوحة ومتابعة كويس، وورقة بتكتب فيها حاجتين، الكلمات والأسئلة. طيب الامس كيو عليه معظم النمر يا أولاد، وبعدين أقل على النظري، أقل خالص على الشفوي، في جزء على البراكتيكال اللي هو أساس البراكتيكال، عبارة ساعات دلوقتي في أسئلة نظري وفي امس كيو. امس كيو ده أهم حاجة. أقول لك حاجة، في أمريكا الشمالية، أعني أمريكا وكندا، من أول ما تدخل الطب لحد ما تخلص دكتوراه، الامتحان فقط multiple choice questions. وقلت إن أستاذ فاضل رحمه الله سألني، هما في الولايات المتحدة وكندا بيدرسوا إزاي؟ قلت له multiple choice بس. قال لي ليه؟ قلت له أقنع سعادتك. أولا لما يبقى أحط 10 أسئلة نظري يبقى الموضوع فيه حظ، إن أنا كنت مذاكر الموضوع ده ولا لأ، 10 موضوعات بس في كل الكورس. إنما لما أحط 300 سؤال MSQ غطي كل الموضوعات. ثانيا في النظري النمرة نفس الإجابة تديها لمصححين، النمرة مختلفة، تقدير خاص. إنها في المالتي تشويس، يا أبيض يا أسود، على رأي عادل إمام، يا صح يا غلط، أكثر عدالة. فعش كده لغوا تماما النظري والشفوي والإمس كيو بس. إحنا دلوقتي عندنا الإمس كيو عمال درجته تتزايد، بقى ليه النمرة خاصة، همرنك على الإمس كيو بإذن الله كويس جدا. طيب حضرتك سمعت المحاضرة، أذكرها منين؟ الإجابة من المصدر بتاع الجامعة اللي انت تنتمي إليها. أنا بدرس ناس بينتموا إلى جامعات شتى، تجيب المصدر بعد ما تسمع المحاضرة الأساسية، تجيب المصدر بتاعك وتعمل زي ما كان عبد الله بيعمل لما كنت طالب في كل المواد. انت فهمت التقسيمة حلو، تلخص على الكتاب، مش تقعد تضيع وقت انك تعمل ملخص. قلت الوقت تايم مانجمنت، فالفقره كده صعب حفظها في اي ماده. بعلمك تذاكر لاي ماده، هقسمها الى نقاط اساسيه 1 2 3 4 مثلا بالقلم الرصاص، اقول لك ليه بعد شويه. بعد النقطه دي فيها نقطتين صغيرين A وB، طب انا بقى عاوز احفظها. قلت لك تعيد ترتيبهم، عشان كده انت كتبت بالرصاص 1 2 3 4، ان لو حطيت 1 3 2 4 يبقى حفظهم اسهل، ان كده ترتيب زمني، كده ترتيب مكاني. احرص ان انا اخلي حرف مشترك ما بينهم، حروف مرتبه، هخليك استاذ في طرق التحفيظ، واللي هو مبني اولا على الفهم ثم الطرق. يبقى هتحول المصدر بتاعك على الفهم، فتبقى فاهم وادي الكلام مطلوب مني. وليه بقول لك المصدر بتاعك؟
لأن طبعا في شوية اختلافات هتبقى ضئيلة. أنا هقول 98% من المعلومات المتاحة في كل كتب العالم، لكن في ساعات ناس بتدور في حاجات مش مهمة، مش هقعد ألحق على كل حاجة. احنا هنا بنهتم في 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 نورث أمريكا بالمهم. نمرة 2، الأعداد بتختلف من مصدر لمصدر، مش تختلف يعني مختلفة تماما. يعني أديك مثال، أنا عاوز أعد كرات دم الحمراء، في ناس عدوها في 100 شخص وخدوا الأفريج، 100 شخص تاني ياخدوا الأفريج، مين ما يطلع فيه اختلاف ضئيل، بس مش هيطلع في دول 5 مليون وفي دول 10 مليون وفي التالتين 2 مليون. من جهتي أنا بختار الأعداد الأسهل، حتى لو عاوز تتجاهل العدد اللي عندك في المصدر لأنه صعب وتذكره صعب، خد العدد بتاع العبلة. يعني بلازما بروتين 7، والمهم التمييز، جرام مش بالجرام في الدم، 7 عدد الواحد يفتكره، كرموا الخالق السماوات 7، العظماء 7، أيام الأسبوع 7. إن أنا تلاقي كتاب يكتب لك 7.2، كتاب ثالث 7.4، مش فرق يعني. فبقول لك اقرا المصدر بتاعك عشان خاطر تبقى مطمئن وضبطه على الشرح، واحفظ الارقام اللي هم عاوزينها ما امكن. لو لقيت الاعداد صعبه ومش قادر، ما عندكش قدره على الحفظ الرهيبه دي، اختار العدد اللي انا هديهولك، وهو دائما ابدا العدد الاسهل، لان عندي حريه الاختيار. بعد ساعات من عمل الحكايه دي، ماكسيمم يومين عشان الذاكره ما يعني، في حاجه اسمها ميموري تريس، ترجع للمحاضرة الكراش كورس إذا كانت متوافرة. أنا عارف في جزء متوافر بالنسبة للسنة الأولى، الترم الأولاني متوافر، لسه هنكمل الترم الثاني، وتسمعها أكتر من مرة في وقت، حط 100 خط تحت دي، ضائع، وقت ميت، زي وقت المواصلات، زي ما بين المحاضرات، زي ما بين السكاشن. وقت كان هيبقى ممل إن أنا قاعد في الصابوي، هشوف ايه في الصابوية، احنا في طنل مقفول في المترو تحت الاندر جراوند مترو يسموه في مصر. حط الايرفونز، وهنا بقى اشوف السمارت فون، مهم، مش هشيل معايا سكرين، مش هشيل معايا كمبيوتر كبير، المسافة هتنقضي بسهولة. واذا كانت المشوار بتاعك ساعة والمحاضرة اللي بتتقال في ساعة ونص ملخصة في نص ساعة، اسمعها مرتين. اقول لك حاجة، لن تحتاج الى المذاكرة بعدها. يبقى الأول هتسمع المحاضرة الأساسية عشان تفهم وتعرف. 2، هتفرغها على المصدر بتاعك، تقسمها إلى نقاط، ولو رسمة سهل الأمر هتطبعها وتلزقها في كتابك، أو ترسمها في الهامش كروكي جميل، لأن الرسومات زي ما قلنا الصورة تساوي مليون كلمة. مرحلة الثالثة، اسمع الكراش كورس في الوقت الضائع مرة أو مرتين. ياه، أقول لك حاجة، اللي بيعمل كده التقدير الشعبي وورد وايد هو اكسلنت، امتياز. ده ما بتحتاجش تقرا، ما تسمع نفس الشخص بيقول نفس الكلام، ومعين بيركزوا اكتر، وفي كل مره على فكره بعيده، يعني ما بقولوش مره واحده، ده خلاص بقى تطلع حافظ تماما. تمام. طيب نيجي بقى لطريقه واهميه الامتحانات. احنا قلنا ان الدراسه انا تلقين وانت تحصيل. طب انا عاوز اتاكد ان انت عملت ده. ازاي اتاكد بدون امتحانات؟ الامتحانات تمثل الفيدباك، تحصلت ولا ما حصلتش، يمكن ركزت في حتت مش هي موطن السؤال، يبقى لازم تتمرن على الاسئله. واهمهم قلنا مين يا اولاد؟ المالتيبل تشويس. دلوقتي عليها معظم النمره عندكم، وهنا كل النمره. وفي نصائح هقولها لك. 1، احسن حاجه لمذاكره المالتيبل تشويس مش انك تقرا نظري، انك تحل الام اس كيو. والنظري ده تقراه قليل جدا، دي اهم طريقه في مذاكره الام اس كيو، هو حل الكثير من الام اس كيو عشان تعرف فين مواضع الاسئله وتحفظ. هي دي مواضع الاسئله، واللي انا هقولها لك اوريدي في شرح النظري. وبعدين تحل مجموعات، هنعمل امتحانات، هنعمل محاضرات عباره عن امتحانات بس، وهنزلها قبلها وبعدين نحلها مع بعض. لو حضرتك مثلا 10 اسئله غلطت في 2، معروف ان اللي ما غلطتش فيه من اول مره غالبا مش هتغلط فيه تاني، يبقى تراجع الاثنين دول بس. زي ما قلت لما كانوا بيدرسونا املاء، غلطت غلطتين ما يمالونيش الاملاء تاني كلها، اللي غلطت فيه وغلطت في واحده يبقى تالت، تركيز على الاخطاء. وهتاخد بالك بقى من الطرق المختلفه في الام اس كيو اللي هي ال 10 12 طريقه اللي قلناها، ان في الرقم هناخد بالنا من التمييز،
لان هم بيغلطوني في التمييز ان في كل حاجه اخد بالي من الاكسبشن اللي بيجيبوا الاكسبشن ان الكلمات المتشابهه زي هوميوستيزيس وهيموستيزيس دي حاجه ودي حاجه هوم يعني مسكن تثبيت المسكن انما هيم جايه من كلمه حديد والمعني هنا الدم ان معظم الحديد في الدم يعني تثبيت الدم يعني ايقاف نزيف كلمتين شكل بعض بس هم يلعب لك يجيب لك دي والتو ديفينيشن واختار الصح هوميوستيزيس وهيموستيزيس 12 طريقه هقولهم واحده واحده تبقى بروفيسور في الام اس كيو وبقى في اوانيه هقول لك ازاي بيعملوا الام اس كيو هنا بس يعني مش عاوزين نطول دول. واحد يقول لي طب برضو انا عاوز النظري اعمل فيه ايه؟ النظري هتتعلمه من اللوحات اللي هحطها. هتلاقي كل لوحه فيها ثلاث هوامش، تدخل امتحان النظري قبل ما يديك ورقه الاسئله في الخمس دقائق دي قبل ما يوزعوا بقلم رصاص كده في كل صفحه تعمل ثلاث هوامش باليسار. بعدين جت ورقه الاسئله يقول لك كوزس اوف كذا مثلا في خمسه كوزس. يبقى لازم نمره واحد في اول هامش في اول هامش تحتيها اثنين في اول هامش تحتيها ثلاثة لحد الخمسة انا شايفهم كده. طب واحد فيها نقطتين يبقى ادخل على الهامش الثاني واحد دي فيها A و B بداية الكلام بالهامش التالي. زي ما بقول يا اولاد هناك نمرة كبيرة جدا غير منظورة على النظام في حالة النظري. هتشوف شكل اللوحات هتعيد شكل لوحات تانية وهمرنك على النظري. هبديكوا أسئلة وأقول لكم دي كانت الإجابة النموذجية. اثنين عاوز أشد نظر ممتحن في الفقرة دي الكلمة المهمة فمعايا مسطرة مش كبيرة كده 10 سم تملي حاططها وحاط إيدي عليها الشمال وأنا بكتب. في الفقرة دي الجملة المهمة أروح مدخل عشان ما أضيعش وقت وحاطط خط ومطلعها تاني وأكمل الكتاب. وبحكي القصص لأنها لها مغزى. فاكر كنا واحنا نواب بنمتحن مجموعه من نواب في القصر العيني تعينت نائب في القصر العيني بحكي لكم على المسار قبل ما اشتغل اكاديميك وطلعت الاول عليهم على فكره يعني ما سبتهاش لاني ما حبيتش بس نوع النيابه اللي خدتها هحكي في اوانيه. فجاء الرئيس القسم واحنا في اثناء الامتحان شفنا بنجاوب ازاي فبص على ورقتي كده بامعان بعدين حتى قال الباقيين يا جماعه لولا انها الليجال غير قانوني كنت خدت ورقه العبد الله ومررتها عليكم واوريكم ازاي الاجابه تتكتب ازاي النظام مش نغبشه الفراخ اللي بتعملوها. النظام عليه نمره غير منظوره انك تحط خط انت بتاخد عين الممتحن للمعلومه المهمه. هتقول لي ليه؟ لان اقولها لك انا عن خبره اما ببقى استاذ هعلم نظري قصادي كومه من مهمه ثقيله ان انا اتخيل تقعد تقرا نفس الكلام في كومة من الأوراق وبخط رديء وغير مقروء حاجة مقرفة وفي نفس الوقت عاوز أبقى عادل. أنت حضرتك لما يبقى بهذا النظام الحاجة دي فيها خمسة أنت بينهم له أدي خمسة والنقطة المهمة في كل واحدة دي يا في ثانية أعلم السؤال ده هينعكس من انبساطي بورقتك عليك في النمرة. نظام عليه نمرة غير منظورة مش أي حاجة هنتعلم ازاي تجاوب النظري. اما في الشفوي فهو اسهل الاشياء ونمرته هو اقل نمره. ليه بقى؟ لان في النظري لازم التزم بكل الايتمز، عندي حاجه فيها خمس عناوين لازم اقولهم الخمسه، لكن لو سالني في الشفوي ممكن ابتدي بعنوانه وخلاص يبقى انا عارف دي نقول على السؤال اللي بعده. يبقى اسهل. يعني ذكر شيء في الموضوع وما يناقش لي فيه ما اقولش حاجه. اسهل بكتير. مذاكر نظري هيذاكر اوريدي ام هيذاكر شافه كويس. العملي هنيجي في العملي هيعوز شويه اجهزه بسيطه جدا وهي معظمها اسئله بتبقى حواليها عندي الاجهزه دي هنعملها مع بعض اوريكم ونحط ايه على ايه وبتاع تشوفها عادي يبقى زي الفل. بالعكس لوحدك مش قاعد بقى زحمه بتبص من ورا وحاجات واقول لك كل الاسئله اللي ممكن تجي لك عليها فده سهل جدا. ده نظام الامتحانات مش عاوزك تتخض. بقول لك اللي بيتابع الطريقه اللي قلتها بالصوره اللي قلتها بالظبط التقدير الشعبي له امتياز. يعني بيقول لي انا جبت فيري جود اقول له ما اعرفكش ازاي بعد ده كله هتجيب فيري جود. ده انا عشان اقولها باسلوب مهذب بعضكم بيصل في مستواه العلمي الى مستويات هقولها باهذب اسلوب مقاربه جدا عن الزملاء الاصغر سنا عشان ما حدش يزعل. بتبقوا يعني محترفين
وأنا أفتكر زملاء كثيرون كانوا يحبوا ينصت للطالب ويقول له قل لنا قالها لكم إزاي، وكان عندهم تواضع يعني تعلم من بعض. أنا تعلمت من أساتذتي وتعلم بعض، يعني تبادل معلومات، اللي عنده حاجة حلوة يديها للتاني، ما حدش يكتم العلم. أنا ما زعلش على الإطلاق إن زميل فاضل يكون بيسمعني، لاني في إيدي وأنا مستعد أسمعه. أقول لك حاجة، أنا مش مستعد أسمعه، أنا مستعد أسمع أصغر طالب. وهحكي لكم قصة برضو شديدة الدلالة هنا. مرة أستاذ فاضل رحمه الله سألني أول ما تعينت معيد، تفتكر مين أكتر ناس هيعلموك؟ فأنا جاوبت بانطلاقة كده وبأدب، قلت له طبعا أساتذتي الأفاضل. قال لي لا. قلت له يعني إيه؟ قال لي الطلبة. قلت له يعني إيه؟ قال لي أنت بتدرس 1000 طالب في المحاضرة، أنت يومك 24 ساعة، هم يومهم 24 ألف ساعة، فرصة إن هم ينهلوا العلم أكتر لعدد الساعات. البروجريشن اوف مان كايند، انتوا اكثر ذكاء من جيلنا، ده شيء طبيعي، في تقدم في الاي كيو. ما تصدقش الناس يقول لك ان جيلنا اذكى جيل، ما كانش حصل بروجريشن اوف مان كايند، تطور للجنس البشري. كل جيل اذكى من اللي قبله، بليف مي، دي سنه الخالق. فقال لي هم ايامهم اكتر ذكاءهم اكتر، بدي انا في التقنيه التكنولوجيه بتعاون معاكم، انا ما اعرفش اعمل كل ده، هم اللي بيعملوه لي. انا على اشرح بس، والمادة العلمية هم بيتولوا كل شيء وبسهولة شديدة، يقدروا يدمجوا ويدمغوا 2 فيديوز في فيديو واحد وما يبانش ان حصل اي حاجة، يغيروا حاجة and so on. فقال لي بس انصت لهم كويس لطلبتك، يعني واحد يقول لك عنده معلومة هو طالب صغير ما تستأذئش بيه، وده اللي فعلته طوال عمري. كلمة بالروسي ما عرفهاش، دي أصلها روسي، ترمينولوجيا أجيبها منين؟ طالب درس في يوغوسلافيا يقول لي، أقول لك دي أنا دارس روسي، دي أصلها كلمة روسية أصلها كذا. زي كلمة فالزالفا هناخدها في ريسبريشن، فالس يعني رأس بالروسية، ألفا يعني محب، محب للرأس. أمه سمته بيحب الرأس، طلع عالم، بدل عالم طلع عالم، هنعمل إيه؟ استمع للآخرين، لا يضرني ان حد ياخد مني معلومات، ولا يضرني ان انا استمع لاصغر طالب مش لزميل ادم عنده معلومه غير متوفره عندي، ده المفروض يا اولاد. طيب انت بقى، عشان قلت لك ازاي هتتابعني بالحكايه دي بالتواصل الاجتماعي، واللي اثبتت لك انها اهم من لو تواجدت وجه لوجه معايا انا بس، مش في محاضره فيها 1000 طالب، دي افيد. وقلت لك الثلاث مراحل، المحاضره الاساسيه انصات، رؤية، تأكتب الأسئلة والمعاني الكلمات، ثم أحطها على المصدر بتاعي، أعمل ملخص جوه المصدر، ضاعش وقت، time management. ثم أسمع في الهواتف الذكية، السمارت فونز، مرة أو مرتين أو ثلاثة في أي وقت ضايع لحد ما أبقى هضمها صم. ثم أشترك في كل الامتحانات عشان أعرف أنا ركزت على النقط الصح ولا النقط الغلط، فحطيت الرسم وكل حاجة. هتعمل طيب ده يستلزم ان حضرتك تسجل روحك، قلت على الموقعين اللي هتجيبهم من الفيسبوك بتاعي. طب واحد يقول لي طب افرض انا عاوز عندي حاجه عاوز اقولها لك، قلت له طيب الحاجه دي يا اما مقترح يا اما سؤال، حطها لي على الفيسبوك، لو مقترح جيد انا بعمل بيه. طلب قالوا لي حط لنا على البي دي اف الصور، بي دي اف نعرفها في الجرايد، قالوا لي حطها على البي دي اف هتطلع اوضح، عملناها طرح جيد. انا مثلا في مقترحات لا يمكن تنفيذها، العام الماضي كان عندنا مشكله زي ما بقول لك ان لسه بادئين السيستم، فالناس بتاخد في كل جامعه في الدنيا برانش مختلف، وانا مش معقول اقول كلهم في ان واحد، انا بقول تو برانشز الاولى في ان واحد وتو برانشز في ثانيه. دلوقتي الحمد لله كله جاهز، فكان المقترح ده ما كانش يمكن استجيب ليه، ازاي يعني اشرح 5 حاجات في وقت واحد؟ الناس تلخبط. مقترح جيد هرد عليه. نيجي للسؤال، عندك سؤال. طبعا لك ان تتخيل، وقلت لك المحاضره بيحضرها بالكي، يبقى حضرتك لما تلاقي سؤال الاول ترجع للفيديو، لان بخبره العبد الله بحاول اتضمن
almost all, مش بس معظم احسن شباب معظم تقريبا كل الاسئله اللي بتدور في مخكم بالخبره عارف انت بتفكر في ايه. فغالبا هتلاقي الاجوبه متضمنه في اللي بقوله تمام متضمنه. طيب لقيت لا ما عرفتش من سمع الفيديو تعملها فبقولها في مزاح استدعي صديق بالصديق يكون طالب متميز وقول له السؤال ده محيرني انت فهمته ازاي من دكتور ناجي هيقوله لك غالبا. اما لو اتفق طالبان مجتهدان في سؤال واحد يبقى غالبا ده فيه صعوبة حطوا لي على الفيسبوك. هنقسم في ذهني الى قسمين سؤال خاص هبعت لك الإجابة على الفيسبوك هريبلاي سؤال لقيته حلو فعلا وأنا أهملت فيه فيش مانع المحاضرة التانية أقول جاني سؤال بهذه الصورة والتفسيره كده يبقى ده حتى التواصل يعني ما تخافش إن التقنية لسه ما وصلتش إن إحنا أطلع إيدي وأسلم عليك قلت دي صعبة تحصل وطبعا مش هقدر انا عارف ان في تقنيه ممكن نقعد نسال بس هيضيع وقت المحاضره تخيل بقى لو انا هركز في اللي هقوله ولا في المليون سؤال اللي بيجي واللي انا عارف ان غالبا هجاوبهم في اثناء الكلام غالبا ساعات الطالب بيبقى مش مستعجل عاوز يعرف الاجابه استنى ما انا بس ما اقدرش روم واز نوت بيلت اون وان داي لم تبنى روما في سنه في يوم واحد ولازم امشي بترتيب معين عشان نتدرج فمش كل سؤال انت جاي بيه مخك هجاوبه لك في اول محاضره موصلي هيتجاوب في اثناء المحاضره ما فهمتوش عيد المحاضرة ما فهمتوش تعاون مع صديق ما فهمتوش ادهوني هقولهولك ده الفكرة. حضرتك هتعمل تلات حاجات بعد قلت لك طريقة المذاكرة هتحط نفسك على اليوتيوب شانلز الاثنين بتوعنا اللي موجودين عندي هتتابعني على الفيسبوك لان انا بقول المحاضرة قبلها بكام ساعة ان انا هقول محاضرة الساعة الاتية حتى بحط لك صورة ساعة ونوع المحاضرة بالظبط ايه وبحاول ما خلا المرض والموت ودي حاجة مش بإيدي إن أنا ملتزم طول عمري بالمواعيد تماما دي حاجة لازم نتعلمها ده جزء من السيفيلايزيشن احترام المواعيد عارف ليه؟ لأنه هو جزء من تايم مانجمنت لما أنا أدي الطلبة محاضرة الساعة 12 أروح لهم مثلا 12 وربع أنا ما ضيعتش ربع ساعة ضيعت ألف في ربع ساعة أنا ضيعت اضربها بقى ألف في ربع ساعة يبقى 250 ساعة تصور 250 ساعة عشان رحت بتأخر ربع ساعة فاتبعني على الفيسبوك عشان تعرف المحاضرة وتعرف حاجة تاني في الفيسبوك البي دي اف بيبقى اللينك محطوط تدوس عليه بس لما أكمل الرسومات بنزلها لأن الحقيقة هي مش كاملة معايا دلوقتي لأني نسيت نصها أنا اديت المحاضرات دي من أربع مواقع في العالم من ثلاث قارات قارة آسيا في دبي في عندنا في مصرنا العزيزة في الولايات المتحدة بدأتها وبكملها حتى في كندا فالورق يعني ساعات بيبقى نسيت بعض أنا آسف ساعات واحد بينسى الحمولة بيشيل 100 حاجة علوم ما فيش خوف برسمه تاني العلم في الراس مش في الكراس وبتبقى أحسن عارف ليه؟ تجويد وتجديد يعني لما برسم حاجة بتطلع أحسن من اللي قبلها بتقلقش خالص المهم لما يكتمل فرع بنزله بي دي اف عشان ما تستعجلش وفي اوانيه انت بتشوف الرسمه واحده ورا الثانيه يبقى سجلت روحك في التو شانلز على اليوتيوب بتتابعني على الفيسبوك وتعرف الرابط تدوس عليه دي نمره 2 انا عارف ان النظام الجديد عندكم غير انك انت طالب يعني مستجد ومجد طبعا باذن الله فان اوريدي نظام جديد وانا عازر الزملاء في التعامل معاه يعني فاحنا في دور تجربه انما كلنا هنتعلم وانا اولهم كيف نتعامل مع هذا النظام لنعطي الفائده المثلى والقصوى فما تخضش ثانك جاد ان وجود المحاضرات في كل البرانشز حل 90% من صعوبه هذا النظام ان مهما بداوا باي حاجه انت مش مستناني اقولها موجود عندك والعنوان لكل محاضرة واتقالت امتى تسمع اللي انت عاوزه وستيل لو في حاجة عاوزها تطوير هنطورها لازم قلت لك نحن لا نعيش والعبد لله بوجه خاص في قوالب جامدة
احنا مش بندقبس العقول، احنا لازم نتغير مع الزمن. نتغير، تغيير هو سنة الحياة، قلت لك الجغرافيا بتتغير. فما تقلقش، وأعدك كما وعدتك بإذن الله إن within couple of weeks بعد ما ناخد على بعض وتعرف المصطلحات الجديدة في مادة جديدة وطريقتهم الناس دي بيتكلموا في إيه بالظبط، إنك تبقى المحاضرة إمتاع تشوق عاوز تحضرها، لو فاتت تزعل وعاوز معها مرة واثنين وثلاثة، وتقعد تتأمل في ما وراء المعنى اللي هو الخلق. وبنزلهم على الفيسبوك، وفي مرات هطلب منكم اقول لك اقرا المقاله دي على الفيسبوك لانها متعلقه بموضوعي، هتديك خلفيه قبل ما تيجي تسمع، وكاتبها بلغه بسيطه جدا عربيه ليفهمها القارئ الغير متخصص، اسف غير متخصص، غير المتخصص، القارئ غير المتخصص العادي، صح غير المتخصص مش الغير، غير المتخصص، كاتبها بهذه الصوره هتشوف هتعملها. أتمنى أكون جاوبت على معظم تساؤلاتك. ما هي الفسيولوجي؟ دراسة الطب حفظ ولا فهم؟ هندرسها إزاي؟ المصادر هنقرأ فين؟ إزاي نتعامل مع التواصل الاجتماعي؟ إزاي هنفهم؟ أتمنى جاوبت معظم الأسئلة دي. وفي النهاية يا أولاد بشكركم على حسن إنصاتكم وعلى وقتكم، وأتمنى أن تكون الرؤية قد وضحت، وأنا على استعداد تام لتلقي أسئلتكم ومقترحاتكم على صفحتي على الفيسبوك، وأدعو الله لكم جميعا بالتوفيق، وألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم مع البث المباشر على الفيسبوك أولا، ثم يتحط على اليوتيوب مع الشانل يوتيوب شانلز، مع بقية محاضرات الكراش كورس والمراجعات الأسبوعية ومحاضرات الامتحان، وبإذن الله حتى إذا كان فيه هنتعرض للعمل، وذلك بإذن الله إذا كان في الصحة والعمر بقية. شكرا على حسن إنصاتكم، وألقاكم على خير. شكرا.